Nou, omdat we een beetje achterlopen, ga ik dus niet Tilawat reciteren, gewoon Tartil. Inshallah vergeten jullie mij niet van jullie taal. Tweede luide salawat voor de liefde van de heilige profeet. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وعلى